أشرف وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد تمار أمس على توزيع 2915 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي البيبي من خلال ستة ولايات، كل ولاية بنسبة معينة، واحتلت الجزائر العاصمة أكبر نسبة ب 1808 وحدة سكنية. هاجر بوعلي رصدت لنا التالي. التوزيع يشمل اليوم مكتتبي السكن الترقوي العمومي البيبي من خلال إطلاق عملية وطنية لتسليم مفاتيح 2915 وحدة سكنية موزعة على 6 ولايات. سنقوم خلال هذا الثلاثي الحالي أي إلى غاية نهاية مارس بتوزيع ما يقارب 60 ألف وحدة سكنية بمختلف صيغ عبر كافة التراب الوطني.